السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير يا ربي. المهم البنات، هذا النهار بغيت ندير كسكسو ان شاء الله، بغيت نشاركو معاكم. المهم كل واحد كيفاش كيدير الكسكسو ديالو، مي المهم انا بغيت نشارك معاكم الطريقه ديالي، نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. المهم البنات، انا عندي هنايا، نوريكم واحد شويه، انا عندي هنايا بغيت هاد النهار نديرو بالدجاج، دونك بغيت نبدل واحد شويه. عندي هنايا الدجاج، درت فيه شويه الزيت ودرت شويه الزعفران ملون اصطناعي. المهم انا كنردو يتقلى، كنديرو على البوطه يتقلى، تقلى واحد شويه على البوطه. وهنايا غادي نقول لكم العطريه اللي غنستعمل. عندي هنايا ملعقه ديال سكنجبير، عندي هنايا ملعقه ديال الخرقوم يعني الكركم، عندي هنايا شويه ملح وشويه فلفله كحله، وعندي هنايا تحميره. وهنايا طحنت واحد المطيشه وواحد البصله وشويه معدنوس. المهم دابا هادو غادي نديرهم على الدجاج، بعد ما يتقلاو شويه الدجاج مع ديك الزيت وداك داك الزعفران، من بعد غادي نزيد عليه، من بعد غادي نزيد عليه ديك الماطيشه المطحونه اللي طحنت مع البصله والمعدنوس. المهم ها هي من غادي نزيدها عليه. وهنايا عندي الكسكسو ديالي، ان شاء الله غادي ندير فيه واحد الشويه تاع الزيت، وهاك واحد جوج ملعقات ديال الزيت، ومن بعد ان شاء الله ننفخو وراكم معايا يعني مرحله بمرحله. دابا غادي نرد انايا، دابا غادي نرد الدجاج يطيب، اللحم يطيب، ها هو نخلي يتقلى غير واحد شويه ديك الزيت. ومن بعد غادي نزيد عليه هذا التغسيله، انا كنطحنها ما كنديرها شكل صينه. المهم كندير بصله ومطيشه والمعدنوس، كنطحنهم كاملين هاد المقادير هادو، وكنخلي الدجاج يتقلى واحد شويه. المهم انا غنوريكم بعد. المهم البنات، ها هو الدجاج ديالي كيتقلى، انا غنزيد عليه دابا العطريه. المهم كما قلت لكم، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكنجبير، الزنجبيل، وهنا عندي الملحه والفلفل الاسود بزار. فوالا البنات، غنخلي هذا الشيء يتقلى كامل على خاطرو، انا كنخلي يتقلى على خاطرو مزيان. المهم يد وحده، يد وحده باي تصور ليش نحرك. المهم البنات، غنخلي يتقلى على خاطرو مزيان، ومن بعد انا غادي نروي. المهم البنات، عندي هنايا الحمص، درتو في واحد الكاسرونه، درت عليه شويه الماء. انا الحمص ما كنخلطوش مع الخضره وما كنخلطوش مع اللحم، كنطيبو بوحدو. انا غادي نشعلت عليه النار وغنخليه يتسلق، كيتسلق واحد شويه، ومن بعد كندير له العطريه هنايا بوحدو، ما كنطيبوش مع اللحم. المهم اللحم ها هو بعد ما تقلى البنات، كان عندي الماء سخون، دابا غادي نروي. المهم غادي نروي القياس باش يطيب ليا اللحم وطيب ليا الخضره. المهم هكا البنات، ودابا ان شاء الله غادي نمشي ندير الكسكسو نفخو وراكم. المهم البنات، بعد ما نفخت الكسكسو ديالي، ما يمكن كما قلت لكم درت فيه جوج معلقات ديال الزيت، ومن بعد نفختو بالماء. المهم درت له هكا، ودابا غادي ان شاء الله غنديرو في الكسكاس باش نفور. انا راني كنفور في هذا الكسكاس هذا ديال البلاد. ايوا هادشي اللي كاين البنات، الحمص ديالي ها هو كيطيب، الدجاج ديالي ها هو. المهم انا غادي نعمر ان شاء الله كسكسو في
في الكسكاس وغادي نردو يفور. المهم البنات عندي هنا الخضره ديالي، انا راه عندي هنا كلشي الخضره، عندي القرعه الحمراء، عندي اللفت، عندي القرعه الخضراء، عندي الزروديه، الكسكس تاعي راه كيفور ها هو. المهم راه غنحيدو، غادي ندير له هذه التفوره الاولى ان شاء الله. دابا غادي نحيدو وننفخو باش ندير له التفويره الثانيه ان شاء الله. الحمص ديالي ها هو كيطيب، ان شاء الله نقدرو وغنوريكم كيفاش غندير له. وهادشي اللي كان البنات. من بعد من غادي نحيد التفويره الاولى، غادي ندير اللفت وندير لي كاروت. يلا البنات غادي ندير دابا اللفت. انا قطعت هكا مرصيات كبار حيت كانت كبيره، وما عليش راه كطيب. وغادي ندير الخيزو والقرعه حتى من بعد ان شاء الله، حيت هي فاش كدغيا كطيب هي القرعه. ندير دابا غير اللفت والخيزو. المهم انا درت غير على حسابي، كل واحد يدير على حسابه. فوالا هادشي اللي كان البنات. وغنمشي نمشي ننفخ الكسكسو ديالي ها هو. دابا غنفخو ان شاء الله ونخليه واحد شويه، من بعد نردو نرجعو يفور. هادي التفويره الزوجه ان شاء الله باذن الله. انا كنفورو ثلاثه د المرات، كنفورو ثلاثه د المرات. يلا البنات خليكم معايا ان شاء الله باذن الله، ونتمنى الكسكسو ديالي يعجبكم. راه كل واحد كيفاش كيطيب الكسكسو ديالو، كل واحد يعني الطريقه ديالو سبحان الله. يعني الاخر كيختلف، يعني الطياب كيختلف ما شاء الله الحمد لله. ايوا غادي نقدر الحمص ديالي. ها هي العطريه اللي غادي ندير فيه. المهم شويه 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 الكام، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه التحميره. ها هي هما. وغادي ندير واحد شويه د القزبر وواحد شويه د الزيت البنات، ونخليه يكمل الطياب ديالو. والكسكسو ديالي ها هو كما قلت لكم راني درتو. غنعمرو دابا في الكسكاس وغنردو ايفور. يلا البنات راني درت هنا الخضره ديالي، القرعه اللي كانت بقات. من بعد غادي نزيد عليها واحد الملقه ديال ملقه غير صغيره ديال طوماط كونسونطري، وغنزيد عليهم لو كوري. ها هو لو كوري، انا هذا كنديرو في الكسكسو كيجي زوين. المهم شويه تاع الكوري والقزبر اللي باقي. ايوا هادشي اللي كان البنات. والحمص ديالي ها هو فين كيطيب. والله البنات ما شهيتكم فيه لا كسكسو شمن كسكسو. المهم والطفويره التاليه ديال الكسكسو ديالي من بعد ان شاء الله نردها.